قلنا ان الثيرمال كوست بتاعها هي قصدي فيس كوست بتاعها مودريت او يعني ما هواش رخيص لكن ما هواش غالي. قلنا ان الراننج كوست بتاعها هو اللي غالي. ليه؟ لان احنا بنحرق فيول، ولما بنحرق فيول يبقى احنا بناخد عمله صعبه، لان احنا كان الفيول ده ممكن نصدره لغد اللي داخل بيعه بره. ما ينفعش. ايوه حطها بقى في اي حته. عيب. انا مش فاهم. الاستاذ ده بيقبلوا ان الطلبه يدخلوا يشربوا القهوه؟ بس عايز حد يرد. طيب بيتك الاول. خلاص بقى نجيب شيش بقى المره كده. الليله في المفيد. المقول ان المحطات دي ثمنها الراني كوست بتاعها غالي لان بنحرق فيول، الفيول ده ثمنه عمله صعبه، العمله الصعبه دي كان ممكن نشتري بيها حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه ما دام في حاجه بتتحرق يبقى الاوبريشن بتاع في هذا الماتيريال والمينتنس هيبقى اغلى، وبالتالي الرننج كوست بتاعها اغلى. قلنا ان من الكاركترايزيشنز بتاعتها انها بتعمل بوليوشن، بتطلع الكوكس والموكس والصوص اللي بتعمل اسيديك رين. رايت؟ يبقى بقى لنا بس نعرف حاجه اسمها ثيرمال افشنسي. الثيرمال افشنسي بتساوي الافشنسي عامه بتساوي الاوتبوت على الانبوت. فالاوتبوت بتاعنا هو الالكتريكال انرجي والانبوت هو الهيت انرجي. الهيت انرجي ولو عايزه برسنت اقدر في مية، لكن ده هيبقى بالكيلو وات اور وده هيبقى بالكيلو كالوري. يبقى لازم نوحد الوحدتين وبالتالي لازم نضرب الكيلو وات في 860. عايز في المية عايز برسنتج يبقى لازم اضرب في. حد عنده اي سؤال؟ هو الفكره ان الكيلو وات اور 860 كيلو كالوري، وما دام ما هي ريشيو فلازم الوحدات فوق تحت تبقى زي بعض. عندنا برضو حاجه مشهوره بالنسبه للمحطات الحراريه، في حاجه اسمها الهيت ريت. الهيت ريت ده اللي هو ايه؟ ايه هو HR الهيت ريت ده بيساوي انا هحرق كام كيلو كالوري عشان اطلع واحد كيلو، عايز احرق كام كيلو كالوري عشان اطلع كيلو. فهتبقى مقلول الحكايه، هتبقى ال WH مقسومه على ال W. يبقى هتطلع وحدتها ايه؟ كيلو كالوري بير كيلو وات. وحدتها هتطلع بهذا الشكل. اوكي؟ ده حاجتين مهمة قوي دايما لما تيجي تشتري محطة أو تعرف البرفورمانس بتاع أي محطة حرارية لازم تبقى عارف الافشنسي بتاعتها كام، ولازم تبقى عارف الهيت ريت بتاعها كده. سوري في حاجة أنا هزيتها. تمام. احنا قلنا ان المحطات الحرارية thermal power stations، قلنا ان هما او النوع انها تبقى ستيم، ان انا بويلر سخن البويلر بطلع ستيم بطلعه
superheated steam, steam محمص يعني ما فيش مية بخار مية أبدا. إن بخار المية بيعمل corrosion في التربينة وبيخلي التربينة تدوم بسرعة. ده الثيرمو. في بقى نوع اسمه gas turbine. الجاس توربين الثانية اسمها ستيم توربين ودي اسمها جاس توربين. الجاس توربين العلامة دي ما تقدرش تشيلها باشمهندس الأخ، تقدر تشيلها علامة الوقت الديوريشن، تقدر ولا أنت عايز تخليه؟ إذا تقدر تقدر، ما تقدرش مفيش مشكلة. الستيم توربين الجاس توربين الفكره فيها اني باخد الهواء الجوي لانه حاجه رخيصه و بديله بريشر عالي، انا عايز ازود الطاقه الكامنه في هذا الشيء، عايز ازود الطاقه الكامنه في هذا الشيء فبخليه اندر بريشر وارفع بعد كده درجه حرارته، يبقى اديت له البريشر والتمبرتشر، يبقى الانثالبي زادت، يبقى الانثالبي زادت اضرب التربينه، التربينه لما تدور تدور الشركه. اوكي، هو الفكره نفسها هي الفكره كده. انا باخد الهواء من الجو وطبعا بحط اير فلتر قدامه عشان انقي الهواء اللي داخل، بدخله على الكمبريسور. الكمبريسور عكس التربينه، التربينه بتاخد البريشر العالي تطلع البريشر الواطي السيمبل، يعني الكمبريسر عكس كده بتاخد البريشر الواطي تركزه وتطلعه البريشر عالي، البريشر عالي ده الكمبريسر. ف بعد ما نفخ الهواء ادخله على الكمبريسور اضغطه جامد، خلاص رفعت الضغط، رفعت ضغطه ادخله. هو على فكره الرسمة دي مفروض ان ان ده ملوش علاقة بالحرق بالكمبستر، الفرن ده ملوش علاقة بيه، يعني الحكاية ماشية في انابيب، الحكاية ماشية في انابيب، يعني الهواء ما هواش بيخش الهواء اللي انت خدته المنقى ماشي في انابيب طالع من هنا طالع راجع هنا. وما انا عايز ايه؟ انا خلاص زودت البريشر، عايز اعمل ايه؟ ازود التمبرتشر، عشان ازود التمبرتشر احطه في كومباستور، كومباستور اللي هي المحرقه، احرق حواليه فيول، الفيول ده ممكن يكون هو كاتب فيول جاس، الكلام مش يعني مش صحيح، الجاس ده عايز اي حاجه تتحرق، ممكن احرق ديزل، غاز زيت الديزل، ممكن احرق كيروسين، ممكن احرق سولار، ممكن احرق بنزين، ممكن احرق اي اويل، يعني فوسيل فيول، ممكن احرق كول، ممكن احرق خشب، اي وات ايفر. المهم انا عايز ارفع التمبرتشر فبرفع، يبقى رفعت البريشر، رفعت التمبرتشر، اخبط بيه التربينه، اخبط التربينه، مجرد التربينه تلف الجنريتور يولي الكهرباء. او التربينه بقى ماشيه على الاكسس اهو يروح الجنريتور الشغال ومطلع لي الكهرباء التربينه. الهواء اللي باقي اوديه فين بقى؟ زي ما انت عايز، يا اما توديه لبروسيس اخرى هواء سخن لسه في شويه سخونيه، ممكن اوديه في عمليه تسخين حته من الحته، ممكن ان انا اطلعه في الجو، ممكن اطلعه في الجو على مدخنه عاليه فاطرده فوق بعيد خالص، وهو هواء جوي فما فيش اي بوليوشن ولا حاجه. البوليوشن اللي هيبقى موجود هيبقى هنا، البوليوشن اللي هيبقى موجود هيبقى في الكومبستور، يعني اللي طالع ده ما فيهوش البوليوشن لان انا واخده ومنقيه وحاطط له فلتر وكل القصه. جاس توربين كاركترايزد بايه؟ كاركترايز بانها بتقوم بسرعه. يعني ايه بتقوم بسرعه؟ يعني لو المحطه الستيم محتاجه من 4 لـ5 ساعات، محطه الجاس توربين محتاجه نص ساعه.
نص ساعة عشان تقوم. طيب ايه ميزة الحكاية دي؟ الحكاية دي ميزة كبيرة، إذا المحطة طلعت أوت أوف ستاب، طلعت من الاستابيليتي بتاعتها، محطة الكهرباء الكبيرة اللي هي الستيم، يبقى أنا أقدر أشغل جاس تيربين، والجاس تيربين دي هتقوم بسرعة، يبقى مش هتطلع الكهرباء كتير عن المستهلك الكونسيومرز. فالحكاية دي بتخلينا نعمل إيه؟ نعمل حاجة اسمها النفندية اللي أنا قايل لهم من 100 سنة إنه لازم يجوا في المعارض، أنا مش عارف، وبعدين ماشيين من غير مصر، الكلية اتنيلت ب 60 نيلة من حضرتك، الكلية متنيلة بنيلة، خافوا على نفسهم، خافوا على نفسهم، نصيحة جدكم ولا أبوه ولا أبوك ولا أستاذكم أي حاجة، نصيحة. كلية متنيلة ب 60 نيلة، ما ينفعش. المهم خلينا في المفيد، يبقى انا ممكن اعمل حاجه اسمها كومبايند سايكل. الكومبايند سايكل هناك احنا قلنا ان الثيرمال باور ستيشنز كلها قلنا ان الافشنسي بتاعتها في الرينج بتاع من 35 محطه جديده ل 40، يبقى دي الافشنسي بتاعت كل الثيرمال باور ستيشنز. كل الثيرمال باور ستيشنز الافشنسي بتاع الثيرمال باور ستيشنز واطي، منها الجاس تيربين، منها الستيم تيربين، منها الديزل انجن اللي هتيجي بعد كده. فممكن بقى نعمل ايه؟ ممكن نعمل هو السلايد اللي وراه بتشرح ايه الكمبريسور، ايه مش كل الكلام عشان حضرتك تعرفوا تقروه. بنعمل حاجه اسمها كومبايند سايكل. كومبايند سايكل عباره عن ايه؟ ستيم باور ستيشن عاديه. ستيم باور ستيشن عاديه، ستيم اهي جاي هتكمل. لو انت فاكر لما جبت بين التربينه الاولانيه الهاي بريشر، حد سالني الهاي بريشر تربين واللو بريشر تربين، عملت ريهيتر. ريهيتر عشان ارجع اسخن الستيم اللي فقد جزء من سخونيته وفقد جزء من البريشر بتاعه في السكه، فبزود له البريشر، بزود له الهيت. فهي الفكره كده، الفكره انه الستيم هيدي الحته دي كده من هنا لغايه هنا، ده جاستر دي عباره عن جاس تيربين. الجاس تيربين دي بتقول انت الهواء اللي طالع سخن، الهواء اللي طالع منها سخن، فبعمل ايه؟ بدخله على هيت ريكفري ستيم جنريتور. ما اعرفش الكلمه هتلاقيها مكتوبه في الكلام، لكن عشان بس الناس يعرفوا اتش ار ستيم جنريتور دي معناها هيت ريكفري ستيم جنريتور. هنا مش جنريتور الكهرباء، يعني الستيم هيحصل له جنريشن بعد ما يكسب يريكفر ويزيد درجه حراره. فهنا يروح نزود حراره تاني، يدخل على التربين، يبقى دي اللو بريشر تيربن، صح؟ يبقى دي اللو بريشر تيربن في الستيم، دايره الستيم اللي قبل دي، يبقى دي اللو بريشر تيربن. هنا يروح يزود فيها الطاقه، يدور الجنريتور، والباقي المي العادي اهو يخش على الكوندنسر ويكمل سكته، او يكمل على البويلر تاني انصار. واضح يا جماعه؟ يبقى انا استفدت هنا ايه؟ استفدت ان بقت عندي حاجتين، لما المحطه لاي سبب ما عطلت، يبقى انا اقدر، او الوحده دي عطلت، ما تبقاش ايضا، ما تبقاش ملهاش بتشتغل على الفاضي.
على بال ما تقوم محتاجة من ساعتين إلى 5 ساعات، فعلى بال ما تقوم هتاخد وقت طويل، يبقى أنا ده هيأثر على اللود. لما يحصل فيلير هيأثر على اللود، يبقى أنا بستفاد بإنه في جاس تيربين. الجاس تيربين تقدر تقوم على طول، تدي من نص ساعة إلى ساعتين في الحاجة. يعني لو ما اشتغلتش خالص، ما كانتش بتشتغل واقفة، هتاخدها ساعتين على النتيجات. فغالبا ما بنعملش كده، غالبا دايما تلاقي الستيم للجاس تيربين شغال، تلاقي الجاس تيربين شغال ريدي، علشان هي اللي بتقوم الستيم جاي. في حد ليه أي سؤال؟ البنت اللي بتبص في الموبايل عيب. اللي قاعدة بين البنتين المحجبتين. أيوه. اكتبي أو خليك تكتبي فوق. أوكي. نيجي بقى لآخر حاجة من ثيرمال باور ستيشن، الديزل انجن. الديزل انجن هي في الحقيقة ما هياش برايم سورس. يعني ايه مش برايم سورس؟ يعني ما هياش هي اللي يعتمد عليها، هي emergency سورس او secondary سورس. فايدته ايه؟ اي emergency يخش مكان، وما بيشتغلش طبعا كل الوقت. المحطات العادية بتشغل 24 ساعة 365 يوم whatever، إلا الوقت اللي بتطلع فيه للصيانة أو في عطل. الإمرجنسي جنريتور بيشتغل لما أنا عايز. لما يحصل إيه؟ لما يحصل باور كات. ما يحصل باور كات الدنيا هتبوظ، المدرجات والدنيا هتبقى ضلمة، وخاصة بالليل. لو انت طالع من الباب الخلفي هنا بتاع الكليه بتاع المبنى الكهرباء، هتلاقي اوضتين هما فيهم المحولات السبلاي يوتيليتي العاديه، وجنبهم ايمرجنسي جنريتور. الايمرجنسي جنريتور فايدته ايه؟ ما يتقطع حصل باور كات، لان الماكسيمم اولموست، يعني اولموست الماكسيمم تايم اللي تقدر تشغل فيه ايمرجنسي جنريتور لمدة طويلة أكثر حاجة يمكن 6 ساعات، فما تقدرش تشغله برايم سورس أوف إلكتريكال إنرجي. هو بيستخدم في الإمرجنسي، مكتوبة إمرجنسي جنريتور. ما يحصل إمرجنسي، ما يحصل مشكلة كونتينجنسي، يروح هو داخل الشبكة. أوكي؟ إيه بقى الديزل إنجن؟ الديزل إنجن في الحقيقة هنا لازم نولد كهرباء. الأكبر جزء أو أكبر بارت فيها مش الجنريتور، أكبر بارت فيها الديزل انجن. الديزل انجن هي عبارة عن انجن internal combustion engine، internal combustion engine زي السيارة بالظبط. بدل ما السيارة بتستخدم البترول بنزين، هي بتستخدم زيت الديزل. زيت الديزل ده الهيفي اويل. لما انت بتيجي تنقي البنزين البترول عندك، وانت بتعمل بيوريفيكيشن بتكرر، بيجي البنزين قبل الجازولين او الديزل فيول. ديزل فيول نوع من الهيفي فيول، نوع من الهيفي فيول ديزل وارخص. الفكره في ايه في الدي في اي انترنال كومبشن انجن؟ هو الحقيقه كان الجزء ده مفروض يعني الطلبه ياخدوا الجزء الميكانيكي قبل الحته الكهربي، لكن انا مش عايز دلوقتي الا احرك تفهم الموضوع. هتفهم الموضوع ايه؟ انت في العربيه محتاج ايه؟ محتاج بترول او فيول، ومحتاج هواء عشان الفيول يتحرق في الاكسجين، ومحتاج سباف. فانت محتاج ايه؟
بترول محتاج او فيول محتاج اير محتاج سبارك عشان تولع الشرر. وده اللي انت عارفه في العربية السبارك بلس النهارده بقت الكترونيك انجكشن والبترول والاير بتجيبه من الهواء من الجو. هي الفكرة نفسها كده اهي. والرسمة دي رسمة سكيماتيك يعني مش الديتيل مش شكل المكنة من جوه. الفكرة ايه؟ ادي الاير اهو باخد اير ساكشن وفالف عشان اتحكم في الهواء اللي داخل اقل اكتر من سؤال عشان عملية الحرق تتم كومبليت كومبشن. عملية لان لو هواء زايد هيطفي النار، لو هواء ناقص مش هتقوم كده. في فالف اهو او صنام وبعدين بجمع الهواء وبعدين بدخله على اير فلتر زي ما قلت لحضراتكم. الفلتر بتاع العربيه الاسود الكبير ده بتاع العربيه الاير فلتر باخد الاير اهو وادخله المكان يبقى ده مجال الاير. الزيت اللي انت بتحرقه الديزل اويل او المازوت الهيفي اويل اهو برضو بجيبه من التانك بتاع الزيت التانك بتاع الديزل في تانك بدخله على اويل فلتر والاويل فلتر بيعمل اويل انجكشن ووصله في السلندر. يبقى السلندر داخل فيها حاجتين السلندر اهي ادي السلندر اهي وادي البستون اهو السلندر داخلها لازم يخش لها ايه عشان نحمل حرق هنا الحته دي طبعا مقفوله اهي وبعدين ادي الهواء مثلا يعني مثلا ده بيدخل الزيت الاويل اهو طبعا بيوريفايد اويل قلنا في فلتر خلاص البيوريفايد اويل وادي الاير. طيب يبقى عندنا اير واويل عشان يحصل كومبشن لازم احط سبارك اللي هي سبارك بلاك اللي هي بلاك لا ما اعرف اسميها سبارك بلاك بتاع العربية اللي يبقى الشرارة هتتوجد هيحصل ان الاويل يتحرك بالاير الحته دي البريشر بتاعها يزيد هتبقى فيه حريق الحريق ده البريشر هيزيد هيخلي البيستون يعمل ايه يمشي كده يتزق الكراك شافت بتاع العربيه اهو وده بيعتمد على عدد الايه السلندرز فيها يقول لك العربيه دي 4 سلندر 8 سلندر 12 سلندر وات ايفر فالعربيات العاديه كلها 4 سلندر اللي احنا عايشين فيه فاهو على حسب الكرانك شافت ده شكله معروف مثلا انا كتبت بس 3 اي حاجه 3 او 4 ادي الكرانك شافت بتاع العربيه العمود اللي بيدور في العربيه فلما ده يجي ده راكب هنا فده يزق الكرانك شافت الناحيه والتاني ده هيزق البيستون الناحيه فتكمل الحكايه ده بيزق الناحيه دي وده بيزق الناحيه دي فتلاقي حصلت عمليه الدوران كابلينج فورس هنا وفورس هنا تعمل لك كابلينج تحت تدور تعمل تورك يدور الماكينة ولذلك زمان ماكينات الديزل القديمة قوي ماكينات الديزل كان لازم يدوروها بالبتاعة دي اللي بيسموها المنافلة ولا مش عارف حاجة دي حاجة كده المهم عندنا الحرق لما الحرق حصل الحرق حصل لو احنا جبنا سبارك حطينا سبارك هيتم الحرق عدد السلندرز
هو بيدي قوة للماكينة، يقول لك إيه؟ يقول لك إن العربية دي مثلا 1600 سي سي، 1600 سي سي كيوبيك سنتيمتر، والعربية دي 3500 سي سي، العربية دي 4000 سي سي، يبقى كل ما يكبر الحرق يبقى عدد السلندرات اللي هتتحرق فيها عددهم كتر، يبقى القوة بتاعت التورك أو العزم بتاع المكنة دي كبير جدا. الحاجات اللي أنت شايفها هنا دي كده مجرد سيمبل كده على عدد السلندرز، ممكن يكون رسم 8، ممكن يكون رسم 6، لا سيمبل، ده بيأكد عدد السلندرز اللي فيه. طيب السلندر دي داخل، يبقى احنا الاول حرقنا خلاص ودورنا الشافت، لما دار الشافت حصل ايه؟ جنريتور ولد الكهرباء، لما الشافت دار جنريتور ولد الكهرباء، مش ده اللي احنا عايزينه؟ النهارده مالهم كده؟ مالهم متنحين في ايه؟ في ايه يا باشمهندس؟ في ايه يا باشمهندس اللي ورا؟ ولا حد بيرد ولا حد معاه، ايه يا جماعه؟ في ايه؟ طب فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمين؟ طب ما بيردوش ليه؟ احنا محتاجين ايه؟ محتاجين، طب احنا اتفقنا الجنريتور هتدرسه بالديتيلز بتاعه بكل حاجه فيه، قلت لك على حسب الفليم جروب انا محتاج ماجنتيك فيه، يبقى ماجنت، محتاج سواء الماجنت ده بيرمننت ماجنت ولا ماجنت انا عامله، وحركه يولد لي باور، والايد الشمال العكس موت، يبقى احنا عايزين حركه لان الجنريتور فيه الماجنت خلاص، يبقى كل اللي انا عايزه حركه، الحركه حصلت ولا حصلت؟ حصلت على الكرانك شوت، اوكي؟ حصلت على الكرانك شوت، دار الكرانك شوت الجنريتور ولد الايه؟ الكهرباء. طيب نيجي بس الحاجة موجودة، يبقى احنا كان أهم حاجة عندنا الهواء وديزل وديزل ديزل بار. طيب الحقيقة احنا اتعلمنا إن الاحتكاك بيسبب هيت، الاحتكاك بيسبب هيت، ولو حاجة تحتك بحاجة يحصل وير كتير، يحصل وير يعني وير يعني تآكل، الله يفتح عليك تآكل، يحصل وير كتير، يبقى احنا محتاجين نحط ايه؟ نحط زيت علشان يزيت البستونات كلها ويبرد، يبقى الزيت فايدته ايه؟ اللوبريكيتنج اويل، يزيت البساتن البستن، بستون هو الراجل بيقول بستن بالميم، هو بستون، واخد بال حضرتك؟ فالبستون ده يبتدي يتبرد مع السيلن، مع جسم السلندر عشان ما يعورهاش ما ياكلهاش بالوقت الطويل، يبقى ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه الهيت، طب ما انا هبرد الهيت ازاي؟ لازم انقل الهيت لحته ثانيه، ابرد الهيت، فلازم يبقى عندي حاجه اسمها لوبريكيتنج اويل، الاول ال دوت او لوبريكيتنج اويل، زيت التزييت، زيت التزييت بتاع العربيه. اللوبريكيتنج اويل مالي ده؟ ده لما تيجي تروح المشحنه بتعمل ايه؟ بتقول له غير لي الزيت، فبيغير الزيت في طبه كده تحت في الحته اللي لما الزيت ده الريزرفوار اللي تحت، يروح فاكر كده، يروح الزيت واقع، يروح كل ده طبق، يقفل الطبه، حركه تزود الزيت. الزيت ده زيت اللوبريكيشن اويل، يبقى اللوبريكيشن اويل عمل المزيه دي. فاللوبريكيشن اويل ده عايز انا اعمل له ايه؟ اعمل له تبريد لانه سخن، اعمل له تبريد واعيده في الدايره كده، فاخد اللوبريكيتنج اويل احطه على كولر
الكولر ده ادخله على الفلتر اويل لوبريكيتنج اويل على فلتر على كولكتور على هاب تمام. وده الريزرفوار اللي تحت ده الاويل تانك او الاويل ريزرفوار لوبريكيتنج اويل ريزرفوار او تانك. طب بقى هبرد ازاي؟ هبرد عن طريق كولينج باور. هبرد عن طريق كولينج باور. الكولينج باور ده قلت لحضراتكم انه يا اما بالاير وده اكيد ده من نوع ده بالاير او ممكن بالميه او ممكن بالميه. ف اهو في ووتر سيركوليشن كولينج بامب دي ميه ترمبه بتجيب ميه والميه دي دخلها هيت اكسشينجر وهيت اكسشينجر بيبرد اللوبريكيتنج اويل. فهمنا؟ فهمنا ان هو بيشتغل الفكره ازاي؟ تعالى بقى نشوف شويه حسابات دلوقتي. الحقيقه عندنا نوعين، عندنا مكنه بيسموها فور ستروك ودي عايزه قصه نشرحها بقى بتاع الميكانيكا مش هنضيع وقت فيها، احنا بس نعرف انها فور ستروك وتو ستروك. عندنا نعرف بس ان في حاجه اسمها تو ستروك سايكل وفور ستروك سايكل. التو ستروك سايكل او الفور ستروك سايكل انا ما يهمنيش الحكايه دي الا في الحسابات هتفرق معايا حاجه. الاول اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان انا عندي بريشر. البريشر ده اللي زق الجسم. تمام؟ يبقى انا عندي بريشر. او بي ماكس. البريشر عشان اجيب فورس اضرب في ايه؟ في الاريا. يبقى البور ده الاريا والاريا دي بتاعت ايه؟ بتاعت البستون او بتاعت السلندر. اوكي؟ يبقى الاريا دي اللي هي اللي انت هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن باي دي سكوير على 4. دي اللي هو الديامتر بتاع الجسم او بتاع السلم. يبقى ده هتبقى بيسموه بور الديامتر بتاع البور او السلم. طيب يبقى انا جبت فورس. الفورس دي مشت مسافه قد ايه عشان تديني ورك؟ مشت مسافه ال. ال دي يعني دي مش داخله في المعادله. يا باشمهندس يا صائد عشان حد يكتبها في المعادله. الاريا هي الكلمه. يبقى انا جبت فورس بريشر في اريا يديني فورس. الفورس دي ضربها في الديستنس. الديستنس دي اللي هي الستروك سايكل. طول الستروك. يبقى ده اسمها ستروك لين. طول الستروك. ما يبقى انا جبت ايه؟ انرجي. عايز اخليها باور اضربها في عدد اللفات. النمبر ده بالظبط ده ار بي اف ريفوليوشنز بير مينت. الشفت ده بيلف بسرعه ايه؟ الشفت ده بيلف بانه سرعه؟ يبقى هتتضرب في الار بي ام. يبقى ان ده الار بي ام خلاص باين عدد اللفات. في حاله التو ستروك سايكل ان زي ما هي. في حاله الفور ستروك سايكل بنقسم على اثنين. ليه؟ هو الحقيقه الراجل لما بتروح تظبط العربيه بتاعته يقول لك انا هشغل واحد مثلا وثلاثه واثنين واربعه او واحد اثنين اربعه ثلاثه عشان
بالضبط الايه؟ الحركه بتاعت الكرانش. فلو كان فور ستروك توس ان ذا فور تو ستروك، وان على اثنين فور فور ستروك. ده الفرق بين كلمه تو ستروك وفور ستروك بالنسبه لنا في الحسابات، لكن هي بتفرق في شكل البريشر تمبرتشر كيرف بتاع الفيلد بينهم. يبقى ده الباور، دي هتبقى ايه؟ باور ولا انرجي؟ هتبقى ايه؟ باور، لاني قسمت على تايم، لاني قسمت على تايم بير مينت. يبقى لو دي باور وده كيلوغرام بير كيلوغرام مثلا سنتيمتر ولا بير متر سكوير، وده متر سكوير وده متر وده الار بي، هيبقى ده عايز اخليه بير سكند يبقى 60، هتبقى كيلوغرام متر بير سكند باور. عشان اخليه هورس باور اقسم على 65، يبقى ده الحكايه دي اسمها البريك هورس باور بتاع الانجن. يقول لك ايه؟ ماكينه الديزل دي وانت بتشتري بتطلع كام حصان؟ بتطلع كام حصان؟ لو انا عايز كيلو وات اضرب في كام؟ في 0.746، عشان الكيلو وات 746. فلا لما عشان قصدي الهورس باور، يبقى الكلام ده لو ضربته في 0.746 هيطلع لي ده كام كيلو الكتريك باور. لكن ده مش النات، ده مش النهائي. ليه؟ لانه فيه حاجات في السكه، الجنريتور الافشنسي، الديزل انجن لها افشنسي على حسب الافشنسي. يبقى الكلام ده لو انا عايز النت، عايز ال دبليو اي، لا مش ال دبليو اي بقى، ال بي اي. لو انا عايز ال بي اي في الكتريك اضرب الكلام البريك هورس باور دي، البريك هورس باور دي اضربها بكام؟ اضربها بالافشنسي بتاع الجنريتور، بالافشنسي بتاع اي حاجه، بالافشنسي كل حاجه، اي وبي وسي وصح. طبعا عندي افشنسي كل حاجه، واضح ده ولا مش واضح؟ الكلام ده مسائل، الكلام ده عليه مسائل، المسائل دي هيقولها المعيد طارق او المعيد الجامعي، واضح فوق. يبقى المعيد هيفهمكم على كل هذا الكلام عليه مسائل. في حد ليه اي سؤال؟ في حد ما فهمش؟ لو انا عايز اخليها، اخلي دي البي اي اخليها دبليو اي، اضرب بكام؟ اضرب في الرقمين دول، اضرب البي اي في 4000 وكام؟ 500 60 في 75 60 في 75 عشان اطلع الالكتريكال انرجي، وبالتالي اعرف اجيب الافشنسي كلها بتاع السيستم، اقدر اجيب التوتال افشنسي بتاع السيستم دبليو اي على دبليو اتش، على الانرجي اللي جايه من الهيت من حرق الفيول. حرق الفيول هيبقى الماس في الكالوريفيك فاليو في الثابت المشهور 426 سنة. في حد ليه سؤال؟ الكلام ده اي هوب ان انا اكون كلمه في الشرح بتاعه، ما لقيتش شرح بعارف النت، انما ما بنكتبش حاجه كده، اي حاجه دبليو اتش بتساوي الماس بتاع الاويل في الكالوريفيك فاليو، بتقول كم كيلو كالوري بير جرام او بير كيلو جرام. يبقى الماس بالك...
الجرافيك فاليو في الكوين الثابت 426 7 من 10 الكوفلنت مش عارف ثابت. ليه الكوفلنت؟ ليه اي سؤال يا جماعه؟ ينطبق على المكنه دي نفس الكلام بتاع المكنات الثيرمال كلها، يعني الافشنسي بتاعتها في حدود 40% اقصى حاجه من 35 ل 40. في دلوقتي ماكينات، مش دلوقتي يعني من 10 سنين 15 سنه، بدل ما تبقى الزيت ديزل ينفع ناتشورال جاز يحرق الفيول، بدل ما يجيب الفيول يجيب ناتشورال يعني في جاس انجن. جاس انجن دي بتحرق الناتشورال. حد ليه اي سؤال؟ كاركترستيك هي بتعمل بوليوشن؟ بتعمل بوليوشن. بتوسخ الدنيا؟ محتاجه في الرانين كوست؟ ده هيصل، ده مليان حاجات كتير. ده انا بجيب زيت واشتريه وجاس او اشتريه وبجيب لوبريكيتنج اويل واشتريه وبصلح والبساتم والدنيا وكل القصه اللي حضرتك عارفها. يبقى الرننج كوست بتاعها اغلى من الفيكسد كوست. في حد ليه اي سؤال؟ تمام. ده مثال هتلاقيه بقى على الكلام ده اهو. دبليو كيو في اتش كيو، هي على فكره سي بي دي الكالوريفيك فاليو كيو هنا في الكلام كيو، وضربت ال 4500 هي دي كيو. فين اهو؟ احنا قلنا احنا نتكلم في الكورس ده على المحطات الكونفنشنال اللي موجوده من سنين من قديم الازل والمحطات الجديده. في بعض الناس احنا قلنا ان المحطات الجديده بيسموها رينيوم. ليه؟ لانها اصلها مصدرها الشمس ومتجدده، بتتجدد مع الحياه، مع ما تطلق. كل ما تطلع الشمس الى ان يقبض الله الارض ومن عليها هتفضل الطاقه دي دائمه مستدامه. عشان كده بيسموها ايه دلوقتي؟ سستينبل انرجي. يقول لك من مزايا الرينيوبل انرجي انها سستينبل، مش محتاج فيول، مش محتاج. لو الفوسيل فيول ده خلاص، والاكسبكتيشن زي ما حضرتك عارف ان البترول هيخلص في الخمسين سنة القادمة. ده دراسات الجيولوجية بتقول كده، في الخمسين سنة القادمة البترول ومصادره وتبعاته هتنقص من الدنيا. طول ما الناس بتسحب منها بير بترول يسحب منه يقل ان شاء الله. طيب عندنا بقى من المحطات اللي برضو كويسة جدا وهيلة، ودي كنا بنعتمد أساسا عليها في الستينيات في السبعينيات والثمانينات، الطاقة الهيدرو إلكتريك. هيدرو إلكتريك يبقى عبارة أو هيدروليك باور ستيشن، هيدروليك المحطات المائية، هيدرو إلكتريك برضو المحطات المائية الكهربائية. أوكي؟ طيب المحطات دي بتتعمل ازاي او بتيجي ازاي؟ يا اما كليفز عاديه شلالات فرق المنسوب. هنا بقى ايه؟ هناك كنت بتحول الميكانيكال او الثيرم انرجي الكامنة الى ميكانيكال، والميكانيكال تعمل لك إليك. هنا على طول بوتنشال انرجي، بوتنشال انرجي. ميه فوق خزانه في حته فوق كده فوق، وبعدين انت فتحت لها سكه، التربينه نايمه تحت، خبطت البليز بتاع التربينه ظهرت
يبقى الجنريتور هون. نفس الفكرة. نفس الفكرة. الفكرة هناك جبت الستيم وعملته pressurized وخبط جامد جدا وواجه. فهنا كل ما واضح ان كل ما الهاد بيزيد فرع البوتنشال اللي هي الام جي اتش البوتنشال انرجي احصان بتساوي ايه؟ بتساوي ام جي اتش او دبليو اتش سبيسيفيكلي. صح؟ جميل. هي الفكره بتاع المحاضره دي كده. هو لازم نفكر الفكره دي، يعني لازم نبقى عارفين البيزك اتليست البيزك. احنا مستخدمين احنا مهندسين الكهرباء نستخدم الكهرباء ونولدها ليهم لو احنا بتوع باور انجينيرنج بنولدها. وانا متاكد ان نص الفصل ده لو عشت انا ولما اتخرجوا هلاقيه بتشتغل فين يا ابني؟ في شركه الكهرباء. كلهم هيشتغلوا، يعني مش كل دول هيشتغلوا في موبينيل وابو بطيخ والموبايل، هيبقى بتاع الكترونيك ديفايس قصص. يعني كلامي بس هيقول لك بيحبطنا، انا ما بحبطش حد، كلكم ولاد، يعني كلكم ولاد، ما بحبطش حد. اللي انت حابب حاجه امشي خلاص هتنمو فيها، اللي هيحب حاجه وبيغلب ويمشي فيها هينمو فيها ان شاء الله ربنا. anyway خلينا في المفيد. اذا انا عايز ميه على مستوى عالي. اللي موجود ده مشهور قوي ايه؟ الكليفز اللي بين كندا وامريكا، بين نورث امريكا وكندا. النياجرا فولز، شلالات نياجرا بتنزل منها الميه من منسوب عالي لمنسوب واطي جدا، فبتدي طاقه كبيره جدا، هيدرو طاقه كبيره. وبعض السدود الكبيره جدا في الصين، وبعض السدود الكبيره جدا في روسيا. ازاي بقى هي تبقى طبيعيه كليفز اللي هي شلالات؟ يا اما دام سند، يا اما دام. فالدام ده بعمل ايه؟ بجيب قدام ميه جايه من ريفر مندفعه من فوق من النيل الابيض ومن النيل الازرق وراحه في النيل وكانت بتترمي في البحر. وما انا جيت عملت ايه؟ رحت في مناعه في الميه، عملت لها سند، عملت لها سند قدام، عملت دام قدامها، وقفت الميه قدام الحته دي، فرفعت الليفل. اوكي رفعت الليفل بتاع الميه، موقعها في وقت ما انا عايز، احلاها سكه تنزل منها، تنزل منها تضرب التربينه تحت، تدور التربينه، تدور الشمال. فادي السبب اهو بنعمله قوي جدا عشان الزلازل، حاجه سيمبوليك يعني، عشان الزلازل يبقى قوي جدا جدا جدا. وبعدين ايه بقى السيرج تشامبر؟ وحطيتها ليه؟ قطعتها حته في السبب دي. السيرج تشامبر لو لأي سبب ما حضرتك في أي مكان عايز توزع المية، تطلعها في خزان عالي وأعلى من أي حاجة، يوم تطلع بالأواني اللي مش عارف المستوية ولا معرفش إيه، تطلع في نفس الليفل. كويس؟ لو تخيل حضرتك إن خزان المية ده فجأة وقع، هيحصل كارثة، كارثة الدنيا هتغرق
ده بلس البوتنشال انرجي اللي في الحته دي هتدمر الدنيا. عشان كده حضرتك بتقول او يعني نقرا ونسمع وكلام انه الاستابيليتي بتاع السد بتاع اثيوبيا، خلي بالك ده مش رعب عشان بس ما حدش يقول وقال لنا اثيوبيا وكلام بطيخي كده، افهم اللي بقوله. انا بعلمك حاجه، هلبك بديك مثال. السد بتاع اثيوبيا احنا بنقول قلنا ايه؟ او بعض الاقاويل قالت ايه؟ ده تروح الطائرات ولا المدفعيات ولا وات ايفر تهدم. يبقى ما هوش معمول كويس. يدعي بعض الناس، مع ان انا رحت المكان ده مع حسام المغازي لما كان وزير الري، استاذ في قسم المدني حاليا، اعتقد هو رئيس قسم المدني، يعني شاب ممتاز كان وزير الري. رحت هناك ما كانش اكتمل لسه، يعني ما كانش اكتمل في الحقيقه، هم بيملوا دلوقتي. يقول لك ممكن السد ده ينهار وتضيع السودان كلها ويضيع جنوب مصر. ده وارد لو هو مش معمول كويس. فالسيرج دي، السيرج تشامبر ده فائدتها ايه؟ فائدتها تأبزور السيرج. يعني ايه السيرج؟ حاجة عشان بس نفهم السيرج، ادي التايم اوف وادي الفورس او فاليو ماجنتيود. حاجه ارتفعت جدا جدا في زمن قصير، الزمن ده 1.2 مايكرو سكند، كسرت في المايكرو سكند 1 مايكرو سكند. يعني you can see احنا ما بنشوفهاش البلس الا على بلس الاوسيلوسكوب. السيروسكوب العادي ما بيشوفهاش، ما بيجيبش 1 مايكرون. فحاجه سريعه جدا فجاه نزلت، فجاه راحت نازله، فكل الطاقه الرهيبه دي نزلت فجاه. فتعمل ايه؟ تخيل بقى كميه الميه. فدي مخيله ناصر بتاعتنا، ده الابر ستريم او الابر ستريم ده اهو، الابر ستريم اعلى حاجه. وبعدين خلاص عديت، يبقى السيرج تشامبر دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان الميه او لو السد حصل فيه كراك او حصل فيه حاجه، حضرتك سمعت قبل كده انه السد ده من 5 سنين عمل له انجكشن، لان عملته روسيا في سنه كام؟ 71 هي بدأته سنة 64 وخلصته على سنة 70، وبدأنا تشغيله في ولذلك عبد الناصر ما افتتحوش، اللي افتتحوا السادات. عبد الناصر مات سبتمبر 70، فالسادات هو افتتح في 71، افتكر في مايو 71. I'm not sure. Anyway، يبقى اللي فهمت بعد كده الميه اللي نازله من الجيت. انا فات ادي السله، جسم السله، حضرتك تخيل ادي جسم السله في 12 تربيه، في 12 فتحه، اوقع منهم الميه هم 12. السد العالي بيطلع 2 جيجا، 2000 ميجا. 2000 ميجا دلوقتي بقى رقم متواضع. تعداد مصر كان وقتها كام؟ 20 مليون. تعداد مصر دلوقتي 105 مليون او 104. ف 2 جيجا السد العالي بيطلع، هم 10 تربينات اللي بيشتغلوا. واثنين واقفين ستاند باي، واحده واقفه علشان
الصيانة الشهرية، واحدة واقفة عشان الصيانة السنوية، ويبدأ واحدة واحدة يعمل لها الحكاية. المية لما بتنزل لازم ابقى اعمل عليها كنترول. مش قلنا في كنترول سيستم يعمل كنترول؟ يبقى عملنا كنترول عشان الجيت اوبننج، نفتح بيها الجيت. الجيت دي سلوس جيت. عارف السلوس جيت يعني ايه؟ يعني شبه الباب بتاع جراش، يرفعوه ويلف كده على بكرة فوق وينزلوه انصار. وبتقدر حاجة تعمل عليه كنترول لما يبقى يود فايد جراج. فهو ده الجراج، ده الجسم، ده الكنترول بتاع الجيت. الجيت اوبنر البواب. بعد كده بتخش على بلوف البين ستوك. ايه البين ستوك ده؟ البين ستوك ده البلوف تلف. انزل ميه، اقفل خالص عن التربيت. وزي انت لما بتروح السد العالي تزوره عمرك ما تلاقي 10 تربينات شغاله، لان هو مشروع ري مش مشروع كهرباء. احنا الكهرباء حاجه جنبه، لكن هو مشروع ري، نظبط الري. لان كان زمان عندنا حاجه اسمها ري الحياض وري الدائم، احنا بقينا ري دائم. في اي وقت نظبط الميه، احنا عندنا الميه المتخزنه فنظبط. لما الليفل يقل اللي جاي لنا من الابيض والازرق نخفض على التوربينات، لما يزيد المهم يكفي للزراعه. بعد كده يبقى انا بلف عشان اقفل وقتها. بنزل بقى الميه اهي، بنزلها دي الماشين روم او الباور هاوس. باور هاوس ده فيه ايه؟ توربينه وجنريتور. توربينه وجنريتور. التوربينه الموجوده هنا فرانسيس توربين. فرانسيس توربين بلس جنريتور. بلس جنريتور. فرانسيس توربين توربينه على الشافت بتاعها راكب الجنريتور. فالجنريتور يولد. فرانسيس توربين الحقيقه يعني فيرتيكال اكسس مش هوريزونتال اكسس. الاكسس بتاعها فيرتيكال، يعني الجنريتور راكب فوق. طب فاهمين يعني ايه فيرتيكال اكسس وهوريزونتال اكسس؟ اكيد اكيد فاهمين. ادي التربينه، لو دي التربينه، لو دي التربينه الاكسس كده وحاطط الجنريتور كده، يبقى ده فيرتيكال اكسس ولا هوريزونتال اكسس؟ ادي الجنريتور وادي التربينه. تبقى دي فيرتيكال اكس. فرانسيس التربينات بتاع السد العالي هما فيرتيكال اكس. خلاص كده دور الجنريتور ولا الكهرباء دي بنسميها اللور ستريم. احنا ده الابر ستريم وده اللور ستريم. يبقى فرع الهيد ده هو الاتش. فرع الهيد ده هو الاتش بتاعتي الام جي اتش. طيب في حد ليه أي سؤال؟ ما في سؤال؟ مفيش سؤال. حلو. نشوف بقى الحسابات بتاعتها. المحطات دي الحقيقة تعترض بأنها كلين انرجي. كلين اهو، مفيش لا بتحرق حاجه ولا بتطلع فيه ولا بتعمل اي حاجه. كل اللي بتعمله ميه وجياله ترجع تشربها وكل حاجه، مش اي حاجه، مش اي مشاكل. عشان كده بيسموها جرين انرجي. جرين انرجي او كلين انرجي. المحطه الهيدروليك دي اول ميزه فيها، مفيش بوليوشن. الميزه بس هي سايت سبيشال. يعني ايه سايت سبيشال؟ يعني تحط لازم يبقى فيه فرق منسوب او يبقى فيه نهر بيجري. فالفرق المنسوب بيساعد ان انا اعمل حكايه نهر بيجري احط عليه ده. اوكي؟ في بقى بعد كده عايزين بقى نحسب الباور. الباور ادي السبيسيفيك ويت بتاع الميه
مضروبة في الديسشارج اللي هي عبارة عن كيوبيك سنتيمتر بير سكند، دي كيلوغرام بير متر كيوب، سبيسيفيك ويت بير متر كيوب، مضروبة في، يبقى ده كل ده، ده ده كيوبيك سنتيمتر أو كيوبيك متر، ممكن خليها سهلها على كيوبيك متر، يبقى اللي أنت جبته إيه؟ كيلوغرام، اللي أنت جبته إيه؟ كيلوغرام، لو ضربته في الـ H يبقى هي دي جي إتش، إم جي إتش، صح؟ يبقى دي البوتنشال إنرجي. البوتنشال انرجي دي تبقى بالام ده بالمتر، الهيد بتاع السقف بتاعها بالمتر، يبقى دي عباره عن ايه؟ كيلو جرام متر بير سكند، صح؟ يبقى دي كيلو جرام متر، يبقى باور، يبقى دي الباور. عايز اخليها هورس باور اقسم على كام؟ على 75، الهورس باور عبارة عن 75 حصان، 75 أو الكيلو وات 75، كيلو جرام متر في السكند على 75، أضرب بقى بعد كده في 0.746 تبقى بالكيلو وات، تبقى دي كيلو وات، أضرب في الإفشنسي بتاع السيستم كله، إفشنسي بتاع السيستم كله، إفشنسي بتاع الكنترول، الافشنسي بتاع البين ستوك والفريكشن، الافشنسي بتاع الماشينري روم، التربينة، الافشنسي بتاع الجنريتور، يبقى اضرب كله، الافشنسي تقل ولا تزيد؟ اقصى حاجة الافشنسي تبقى كام؟ واحد، عمرها ما تيجي واحد، عمرها ما تيجي واحد، فلما اضرب 8 من 10 في 8 من 10 هتبقى 6 من 10. اضرب تاني هتبقى 4 من 10، اضرب ان شاء الله. يبقى دايما الافشنسي بتاع السيستم دي، عشان بس طلبة في المسائل، الافشنسي بتاع السيستم، الافشنسي بتاع الجنريتور، الافشنسي بتاع التربو، الافشنسي بتاع البين ستوك، ان شاء الله. الايفابوريشن بتاع الميه اللي في البحيره بيبقى في عليها بيحصل لها ايفابوريشن، بتعتمد على الووتر فول، بتعتمد على كميه الميه، واحنا بنحارب على ال 55 مليار، احنا دلوقتي حتى عارفين ان احنا محتاجين اكتر من ال 55 مليار، لو فقدنا ال 55 تبقى كارثه، هتبقى كارثه. عشان كده احنا بدينا نفكر في مسألة الديسالينيشن، التحلية، مسألة تحلية المية من مياه البحر أو من الآبار، دي بدينا نفكر فيها، أو تحسين جودة المياه في الصرف الزراعي، المية بتغذي الرز وتتصرف من الرز، ناخد المية دي ونعيد تحليل. يبقى ده هيديك ايه؟ ده هيديك الباور بالكيلو، الباور بالكيلو، اوكي؟ ميزة او من الكاركترستكس بتاعتها انها هي كلين انرجي، كلين، ايه تاني؟ الافشنسي بتاعتها عالية، هاي، نسبيا، ريلاتيفلي هاي، ريلاتيفلي هاي. الافشنسي دي بتوصل لكام؟ بتوصل لحوالي 60%، من 40 ل 60%. ال هنا كلين انرجي نو بوليوشن، الافشنسي بتاعتها عاليه نسبيا. الفيكس هنا بقى عندنا الكوست، الكوست انا ما اعرفش قلت لحضراتكم في حاجه اسمها فيكس كوست، حاجه اسمها رونينج كوست. تعالى كده نشوف فيكسد كوست، فيكسد او انيشال، ده الفيكسد والرننج،
initial cost يعني ما كانش المشروع ده عايز فلوس كام؟ وهل هستخدمه على مدة قد إيه؟ محطات الثيرمال 25 سنة. أو 25 سنة. واحد هيقول ده لسه في محطة كرموز من أيام شركة ليكون. أه مفهوم بس. محدش بيستخدمه خالص. نو نو استخدام. ده حتى لما اتعملت غرب البرونز وقف أربع تربينات قوية. اللي شغال فوجير الوحدة 5 والوحدة 6 اللي هما الأعلى إفشنس والأوتر قدام اشتغل بس بالإمرجنس. أوكي؟ فاهم؟ الفيكس كوست بتاع هذا المشروع ريلاتيفلي هارد عادي جدا. عايز تعمل كل الكلام ده عايز تعمل سد عن نهر النيل حتة عريضة كبيرة جدا معرفش حد راح هناك أسوان وشاف السد العالي اللي راح شاف قد ايه فينش ارجنتي ارتفاعه قد ايه كل الكلام ده بيحتاج مصاريف غالية مع ماكينات غالية وتربينات قوية جدا عشان تعيش 25 30 سنة. ميزة ده انه يعيش سنوات. من احنا يعني يوم ما وعينا الامريكا ال 200 سنة اللي فاتوا دول النياجرا فولز بينها وبين كندا مغذياها مغذية شمال امريكا وجزء كبير جدا او اولموست كندا. ده الفيكس كوست بتاع المحطة ده غالي ريلاتيفلي هارد. الرننج كوست مفيش رننج كوست يعني مش مفيش في اوبريشن ومينتنس في المهندسين والمهندسين الري كل الكلام ده والشغل ده والمهندسين الكهرباء كل الكلام ده بس الرننج كوست يعني يكاد يكون ريلاتيفلي فيري لو ما بدفعش حاجه الميه جايه لي ما بدفعش فيها. اوكي يبقى هنا ده ريلاتيفلي هاي وده ريلاتيفلي لو. في حد ليه سؤال؟ الحاجات دي عليها مسائل وهتبقى ظريفه لك وجميله لما المعيد يشرح لك مساله وتلاقي نفسك بتدور يقول لك الرين فول قد كده لكل متر مربع والليك مساحتها قد كده متر مربع ان شاء الله. اوكي فتحسب الليفل بتاع كميه الميه اللي اتكونت ان شاء الله. اوكي هكذا كل شيء ده يتهيألي مسائل وحسابات انتصان. الحكاية دي طب هل اقدر اعمل محطة هيدروليك ارتفيشال؟ ازاي؟ اخزن المياه خزنها في حتة عالية ووقت ما احتاج لها انزلها واضرب التوربينة والتوربينة تضرب الجنريتور والجنريتور يولد الكهرباء. طيب انا في وسط كلامي قلت لحضراتكم كده ان الجنريتور هو الموقف كتركيب كانجن كتركيب ككونستراكشن سيل بس ده بديله حركة أنا بحركه بالتوربينة يديني كهرباء إنما التاني بعمل فيه إيه؟ التاني بديله كهرباء يديني حركة الموتور. فالفكرة وده على فكرة مشروع بيتعمل دلوقتي على جبل الكلام سامعين حضراتكم إنه في مشاريع كبيرة الدولة بتعملها في موضوع الجلالة بالذات وعمل مدينة وجامعة وكل قصة بيحصل ايه؟ لقوا حتة
عند جبل الجلالة حاجة عالية جدا جدا. قالوا طيب نعمل هي محطة 60 متر يعني مش كبير، محطة 60 متر 60 متر كويس. ما في أحسن مخسر لما بيجي. احنا عملنا اللود كيرف نفتكر بس عشان نشوف ايه الفايدة او ايه اللي خلاهم يفكروا في الكلام. قال لي اللود كيرف بتاعك اهو 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 هنا اللود كيرف. فلقينا طب احنا لسه معلمك هنا قايل لك يا ابني لازم البيك تبقى عندك ريزيرف فوق. قايل لك كده ولا لا؟ وقلت لك انها من 20 ل 25 تمام. على فكره حد صلحني، انا كنت بقول انه احنا الانستول باور في جمهوريه مصر العربيه قلت انها حوالي 56 او 55 جيجا. حد بيقول لي وانا مش متاكد قوي على اي اساس قال الرقم، قال لي انها 62. انا ما اعرفش يعني، انا اعتقد بالحسابات وبالشغل المضبوط انها حوالي 56. سالته في المؤتمر اللي هو بيقول فيه الكلام ما ردش. قلت له يا عم مين قال 56؟ مين قال 62؟ تبقى كارثه، لان انت بتستهلك ماكسيموم في عز الصيف، في عز الشتاء، في عز النيله. الشتاء بيقل بقى، في عز الصيف حوالي 30 جيجا 30 جيجا. يبقى ريزيرف باور عندك 32 زياده، يبقى سيستم مش مظبوط. انا فاهمني ولا بتكلم نفسي؟ ده كلام ملوش معنى والله، كلام مش عم تحلم كلام. انا عايزك تبقى مهندس، عايزك تبقى بني ادم، تبقى قيمه في هذا المجتمع. احنا طول النهار بتفر في النيل، بتفر على ايه؟ على كلام ليلى بس فعاد. الارض اللي انت فيه، القرف اللي انت فيه، ما تشوف عليه حاجه مفيده يا نبي، ما تشوف حاجه مفيده. لا حول ولا قوه. المهم خلينا سيبنا من ليلى الفاضل، خلينا في المفيد. انا قايل لك ايه؟ قايل لك دي انستول فاضل. يعني على حسب كلامك لو كانت دي 32 زودها 20% يبقى 15، يبقى كان المفروض يبقى حاجه 46 45. انت النهارده على كلامي اللي بقوله من معلوماتي من وزاره الكهرباء قلت انه 56. بيقول لي بقى هو 62، انا لا اتفضل تبقى كارثه. يبقى ما فيش حد بيحسب ولا بيخطط ولا بينام. ليه؟ انا قلت ليه؟ لان حضرتك حاطط رامي فلوس وما صدقتهاش. حضرتك اشتريت 5 عربيات حطيتهم في الجراج. هتقول ايه جي؟ انت محتاج كام يومي؟ عربيه وزوجتك عربيه، يبقى خلاص كفايه منك. وبنتك عربيه زعلانه هي اللي عربيه، وبنتك عربيه خلاص. انما 5 عربيات ما انت ويست اوف ماني. العربيات دول بيحصل لهم تقادم ايجين مش كده؟ يبقى في ايجين، الايجين ده هياكل الحاجه، هيخليهم هيبقى في كروشن، هيبقى كل مشاكل الدنيا. حاطط فلوس راميها في الشارع وما بتسكش. اظن دي واضحه تمام. والله انا نسيت انا كنت بقول ايه اللي سلام عليك. يعني مصطلح صدقات الجلاله اللي الله يفتح جميل. فاحنا امتى بنجمل ده؟ امتى بنجمل الحته دي؟ لما بنبقى محتاجين ده الماكسيموم ضمان. ما هو ده الديماند
مع الطايم، الطايم ده بقى وان يير جان جان لغايه ديسمبر. تمام؟ تمام. طب ما انا عندي باور اهي، ما انا ما شغلش المحطات دي، طب ما انا اشتغل كده. واما اجي عند الحته دي اشتغل كده، واما اجي عند وحاجه من غير الريزيرف اهو، ما انا مغطي. هو 32 خليها 33. طيب والباقي وكده انزل وكده واطلع وانزل. المهم بقى مغطي. متوتر ما يحصلش ايمرجنسي. واعمل حسابي لو حصل ايمرجنسي عندي لسه مغطي. تمام. طب الحته دي الاوف بيك مش خساره، يبقى انا استفاد بيه. فهمنا ايه بقى الانرجي ريزرفيشن؟ ريزرفيشن اوف انرجي ستورج. حسام هيعلم حضراتكم ستورج سيستم، يمكن مش هيتكلم على كده، حسام هيتكلم على لما تنتج الطاقه الرينيوبل زي الويند انرجي او زي السولر. السولر هي اللي فيها مشاكل لان بالنهار ما فيش مشكله المحطه بتدي، طب وبالليل اللود عايز، يبقى لازم تعمل ستورج سيستم، لازم تخزن. فحسام هيبقى يحكي على الحكايه دي، وانا من تايم لاخر هذكر حضرتك البطاريات، يعني ابسط حاجه هيعلمها لكم حسام البطاريات والفيول سيل والكلام ده والهاي واللارج كاباسيتورز والكلام ده. اوكي دكتور حسام عشان هو ابني انما زميلي. عمل ايه بقى؟ لقى عندنا كهرباء زياده في الشبكه. طب ما اخد الكهرباء دي اجيب شويه ميه، وشويه الميه اهو والسيرج تشامبر اللي بحكي لك عليها، وادي الماشينري روم فيها ايه؟ فيها جنريتور وتربين. وانا هرفع الميه ازاي؟ انا عايز تروم، انا عايز تروم يوم يعمل ايه؟ يخلي الجنريتور ايه؟ يسحب لون الشبكه، خليه واطي، يسحب كهرباء من الشبكه، خليه واطي. التربينه هي البمب، لما لففها الناحيه بتاعتي سحب، لما لففها الناحيه الثانيه هتبقى بتفضي لفوق، لما لففها الناحيه دي هتبقى بتفضي لتحت. يبقى هنا ده الماشين روم، بقى هنا بامبنج اكشن، وانت بتطلع اهي في الانابيب وتحط في الخزان، تحط في الخزان او في الريزرفوار. يبقى خزنت الميه دي بوتنشال، انا حاططها فوق، استخدمها امتى؟ لما ابقى عايز، في اي وقت انا عندي شورتج اقدر استخدمها. لو عايز استخدمها استخدمها فوق، افتح الجيت بتاعته عشان يبقى في جنريشن اكشن، صح؟ اوقعه بقى تاني اهو، هتحرك التربينه تحرك الشبكه. يبقى الميزه دي اللي هو ان انا استفدت من الماشين، خليتها داينامو اشغله موتور، اشغله جنريتور اقدر اشغله. في حد مش فاهم الفكره دي مش مفهومه؟ طيب ايه ميزه ان انا ريزيرف الانرجي او اخزنها؟ الميزه لان ممكن جدا استفاد في عمليه الانستول باور. ايه الانستول باور؟ بلاش الحته البيك دي الديوريشن بتاعها قد ايه؟ كبير؟ الديوريشن بتاعها مش كبير. ده مثلا سيف في الصيف غير الشتاء طبعا. سيف في الشتاء بتبدا الايام بتاعتنا دي من العشاء او من المغرب، زي هتبقى بلاش لغايه الناس العاديين والطبيعيين والمظبوطين، احنا ما بنتكلمش عن الناس الغربيه، بنتكلم عن الناس الطبيعيين.
بيسحبوا ماكسيموم وكل الدنيا تقفل الساعة 8. الساعة 8 أوروبا الغربية كلها الساعة 8 الدنيا أمريكا أي حتة في الدنيا إلا الأغذية يصحوا من 12 للفجر وما يصلوش الفجر. تمام. القصة اللي بيقولوها دلوقتي بيقولوا إيه؟ هنقفل القهاوي والصياعة الساعة 10 حرام عليك أنت جايبك يا وزير التاكسي أهو أنا ماليش دخل بيك. إيه إيه اللي هتقول؟ فن فن يعني ما تخليه على الله الساعة 8 كفاية أوي. خليه فن على الله الساعة 8 كفاية أوي كفاية. إنما اللي بيحصل إن إحنا ده مش عارف يعملها. ده مش عارف يعملها خليهم يبقى هما بدل 12 يبقوا 11 ولا مش عارف يقول لك يعني مش عارف. مش عارف يعمل كده. فاحنا بنتكلم عن الناس الطبيعي. اللود كيرف حتى بالصيع دول اللي قاعدين على اللي قاعدين بالشيشه والزباله. الصيع دول ماكسيموم من الساعه نوم هتقفل الساعه 12. يبقى بدينا الساعة 6 وقفلت الشيلة الساعة 11 يبقى عرف يطبق أو 10 طبق القانون. فالديوريشن لا لانه وانت عامل لي الوقت هنا كده بند ده طب ما تحليه خليه ده أغذيه بحاجات انترميتنت زي كده لأن البيك لود ما هوش بيرمننت هو مش بيرمننت. البيك لود ده مش باشمهندس البيك لود ده مش بيرمنت. طب ما تسميه البيك لود ده وبعدين اللي تحته ده اللي تحته السبيننج لود اللي طالع نازل ده اسمه هو الحصه خلصت؟ كلمه واحده عشان بس احنا تفهم الدنيا فيها ايه؟ كلمه يا سعاد خليك اسمعي الكلمه. اللود كيرف اهو هنعمل بيه كده شكليه وكده. يبقى انا بغسي بيز لود ادي ده البيز لود ده بطلعه يوميا بسميه ايه ده؟ بيز لود ده هطلعه اللي بيتغير صيف شتاء ده بسميه السبيننج لود سبيننج البيك اهو ده البيك انا طبعا اكزاجريتنج يعني بالرسم بل بيك ميزة المحطة دي هي خزنت فيها الباور ميزتها ان انا بدل ما اعمل حاجة كبيرة السبيننج لود ده البيز لود ده لازم تغذيه محطات الستيل في مصر لازم تغطيه محطات الستيل محطات الستيل باور ستيشن أو الثيرمال ثيرمال باور ستيشن ثيرمال باور لأنه داخل فيها الجاستر الكومباين سايت يبقى البيز لود ده غالبا ستيم مش ستيم ثيرمال يعني ثيرمال باور ستيشن السبيننج لود انت بتقول السد العالي زي الهيدرو الكتريك وقناه اسماء وقناه اسيوط دول على النهر. طب ما تخلي لود انت بتفتح جي واحده خمسه سبعه تسعه يبقى متغير. طب ما مين اللي يغذيها؟ يغذيها الهيدرو هيدروليك باور ستيشن. طب وده بيك لود والريزرف الارتفيشال ريزرفوار
artificial reservoir يقدر يغذيها يغطيني هذا اللون على الاقل منطقه البحر الاحمر في الحاله اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي جبل الجليل. في حد ليه سؤال؟ نفس الحسابات بتاع دي هي نفس حسابات الهيدرو دي هيدرو الكتريك مقلوبه هيدرو الكتريك لما تبقى جنريك. حد ليه اي سؤال؟ شكرا.